السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل سلسلة التصوير المعالجي بالآيفون وننتقل إلى أفكار وطرق جميلة في المعالجة. نصيحة في المعالجة: إذا حاب تكون صورك جميلة حاول ما تكثر فيها المعالجة، خذ الشيء المفيد اللي تحتاجه والباقي حاول إنك ما تستخدمه بكثرة، لأنه بعض الأحيان زي استخدام الـ HDR يسبب لنا نوع من التشوه أو نوع من التحبب في الصورة، ف يعني نوصل لمرحلة مش جميلة. فنحاول اننا في اي يعني اي طريقة معالجة نحاول اننا قدر المستطاع نعالج وناخذ الصورة بشكل جميل وناخذ المفيد منها، وما نوصل لمراحل متقدمة في المعالجة بحيث انها تفرض الصورة علينا وما نقدر نعالجها وتسبب لنا نوع من المشاكل. حنتطرق لاول مشكلة اللي هي مشكلة التحبب في الصور. لو عملنا احد التأثيرات وكان جميل على الصورة لكن تأثيره قوي جدا وسبب لنا مشاكل بالصورة، حابين نزيل عملية اللي هو التحبب اللي حصلت أو التشوه اللي في الصورة، فراح نستخدم مع تطبيق سناب سيد تطبيق آخر اللي هو بي اس اكسبريس الخاص بشركة أدوبي. لو حفظنا الصورة وعملناها وحابين نعالجها في البي اس اكسبريس، لانه في خاصيه جميله جدا وهي خاصيه ريدكشن او النويز ريدكشن لازاله التحبب في الصوره. لو نلاحظ ان الصوره فيها تحبب حنروح للقائمه اللي هي قائمه ديتيلز وحنلاحظ ثلاث اختيارات: الشاربين وريدكشن لومينسيتي نويز وريدكشن كلر نويز، فكل واحد له استخدام بس الاجمل فيهم اللي هو Dominosity Noise، حيزيل لنا التحبب اللي حصل بسبب معالجتنا القوية في الصورة، ونحصل على التأثير الخاص بالـ HDR مع معالجة مشكلة النويز اللي حصلت معنا في الصورة. فنضيفه بقيمة جميلة ونحفظ العمل ونرجع على اللي هو نظام اللي هو Snapseed، والتأثير زي ما هو جاهز. نروح على اللي هو خاصية الدبل اكسبوجر ونضيف الصورة اللي عملنا لها معالجة تقريبا هذه. اوكي، لو قربنا حتتشوه معنا بس حنضيفها مرة ثانية ونحاول نضيف اللي هو خاصية اللي هو الشفافية بحيث انها هي تكون الطبقة الاولى، ونعتمد ونروح على الفيو اديتس ونقرب من الصورة ونحاول نعالج الصورة عن طريق البريش. فصارت عندنا صورتين، الصورة اللي عملنا عليها تأثير وفيها تحبب، والصورة الثانية اللي هي اللي عملنا عليها معالجة لعملية النويز زي ما نلاحظ. فنقدر نزيل النويز اللي حصل بسبب اللي هو بسبب الـ HDR ونستفيد من اللي هو خاصية الدبل اكسبوجر بحيث اننا نقدر نعالج المشكلة اللي حصلت معنا. لو نشوف الصورة قبل بعد كان في نويز وازلناه بشكل جميل بواسطة سناب سيد وتطبيق بي اس اكسبريس. هذه احد الافكار الجميلة اللي ممكن تفيدك في عملية معالجتك لبعض الصور وما تفقد جودة الصورة وتضيف لها بعض الجمال. وراح نتطرق كمان لتطبيقات جميلة في الدروس القادمة ونشوف اللي هو أعمالكم الجميلة ونتشارك فيها ونتقابل في الدروس القادمة.